يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفه العالم دبي كوكب آخر مشاهدين اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامجنا لهذا الاسبوع. اليوم نلتقي مع رجل الاعمال دكتور يحيى الشمالي نائب رئيس مجلس اداره شركه الحلول السريعه للوساطه القابله. اهلا وسهلا فيك دكتور يحيى. اهلا فيك يا استاذه. اهلا وسهلا بنتشرف فيك ضيف برنامجنا. شكرا شكرا. اول شيء نشكر لكم انتم عودتونا احنا نشوف متابعين الى قناتكم الكريمه ودائما سباقين حقيقه في الاعمال هذه ولنا الشرف احنا نكون معاكم في هذا البرنامج. بالبدايه نحب نتعرف على حضرتك. انا يحيى الشمالي رئيس اتحاد الصادرات العربيه في جامعه الدول العربيه. هذا في مجال الجامعه العربيه. اما في مجال البزنس ف نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحلول القابضة أو مدير التنفيذي لشركة مزايا. شركة مزايا لها فروع في دول مجلس التعاون الخليجي وإن شاء الله تعالى حتكون قريبا على مستوى الوطن العربي. مثل ما حكيت حضرتك أنه أنت مدير شركة مزايا. نعم. فتحكي لنا عن كيف كانت بداية تأسيس هذه الفكرة شركة مزايا؟ بداية الفكرة احنا عارفين انه حقيقة كثير من المواطنين في الوطن العربي وبالذات في دول مجلس التعاون الخليجي كثيرين يعني ما يصح لهم العلاج اللي بشكل متكامل خصوصا الناس اللي مثلا اللي يعملون التأمين في فواقد في شركات التأمين بحيث انهم ما تغطيهم من ناحية الأجزاء من العلاجات مثل العلاجات التجميلية مثل العلاجات الخصوبة والإنجاب مثل العلاجات الإعاقة والأسنان والعيون فما في تغطية كاملة من ناحية شركات التأمين ناهيك عن ان بعض المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي في انهم فئة التأمين تبعهم اللي هو التأمين سي ما يغطي المستشفيات بشكل كبير ولذلك انهم يحتاجون الى عمليات واشياء طبية كبرى فلا تكون عندهم ما تكون عندهم المقدرة المالية لعملية العمليات الكبرى والاشياء مثل تكون مكلفة جدا على الدخل تبعهم فقم انشأت الفكرة على ان احنا تحت مسمى الدال على الخير اللي هي بحيث ان هذه البطاقة تعتمد على نظام النقاط وهذه نظام النقاط بحيث ان كل ما زادت عدد النقاط حتى تصل رصيد البطاقة الى ما يعادل 5000 دولار سنويا او ما يعادلها في العملة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المستقبل في الوطن العربي. العلاجات الطبية تكاليفها مرتفعة والتأمين ما يغطي جميع الخدمات الطبية والصحية. ابحث عن حل يوفر عليك أكثر وتقدر من خلاله تحصل على جميع الخدمات الصحية بطريقة أسهل مع خصومات ورصيد مالي. خلني أعرفك على بطاقة مزايا لتحصل على خصومات حقيقية تصل حتى 80% ومكافآت مالية تصل حتى 5000 دولار باشتراك طبي واحد تقدر تستخدمه في السعودية والإمارات والكويت. احكي لنا شو هي الخدمات اللي بتقدمها مزايا للأشخاص؟ مزايا تعطيك خدمات خصومات
في جميع المستشفيات من ضمن شبكة مزايا، تصل نسبة الخصومات إلى تقريبا ما يعادل 80% في بعض المراكز والمستشفيات. تعتمد على أن اختيار الشريك معها تكون من الأطباء اللي لهم القدرة القوية والمستشفيات العالمية اللي تم الشراكة معهم مع شركة مزايا. العلاجات اللي هي لا يغطيها التأمين كذلك لها خصومات خاصة، إضافة إلى الرصيد اللي يعبى البطاقة بما فيها الصيدليات والمكملات العلاجية. في مراكز معينه او مستشفيات معينه انتم بتتعاملوا معها؟ حرصنا على انه تكون الفئات الممتازه في الدوله هي هم اللي يكونوا شركاء التعاون معنا. في مستشفيات كبرى، مستشفى يعني لا الحصر، مثلا عندنا المستشفى السعودي الالماني، مستشفى الالماني الاوروبي، مستشفيات اغلبها يعني من المستشفيات الكبرى والمراكز المهمه جدا في المنطقه. ميزه مزايا طبعا انك انت مثلا في دكتور في قطر او في الكويت او في السعوديه او في عمان او في البحرين، نفس بطاقه مزايا فيك تحصلين على نفس الخصم في دول الخليج العربي في سنه 23، في سنه 24 حتتوسع المنطقه بطاقه مزايا جغرافيا على مستوى الوطن العربي، اللي هو حسب الخطة المستهدفة حتكون الأردن بإذن الله، وبإذن الله حتكون مصر وتركيا بإذن الله، وبإذن الله يعني على سنة 24 حنغطي المغرب العربي بإذن الله تعالى. الحصول عن النقاط هي عبارة عن اسمها الدال على الخير، يعني أنت لما يكون عندك الكود تبعك تعرفين أي شخص قريب محتاج إلى نقاط أو حالته المادية مثلا هذا، فتقومين تعرفين على البطاقة، مجرد دخوله على البطاقة دخل لك أنت نقاط، هو كمان لو عرف على أحد حيتخلوا نقاط وحيرجع يدخلك أنت كمان نقاط. والنقاط هذه قيمتها فلوس طبعا، في تمام. كل نقطة بما يعادل 35 درهم. تمام. هلا انتوا اكيد عندكم طاقم عمل، انت كمؤسس لشركة. نعم. ففي طاقم عمل لازم تختاروا لحتى تشتغلوا. والله احنا حريصين انه يكون عندنا طاقم متكامل من ناحية عندنا طبعا الإدارة العليا عبارة عن مجموعة من الدكاترة المتخصصين اقتصاديا ومتخصصين طبيا، هذول كمجلس الإدارة عندنا. المركز الرئيسي عندنا في عاصمة المملكة العربية السعودية في الرياض، الدولة اللي تم تنشيطها أول دولة احنا اللي ركزنا عليها اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك ما جاء من فراغ، لأن اهتمام حقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كحكومة وقادة حريصين جدا هم على المجال الصحي للرعاية اللي موجودين في أرض الوطن كمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. دكتور يحيى، النجاح صعب بس الاستمرار بالنجاح لسه أصعب، كيف تحافظوا على النجاح وتكونوا مميزين؟ والله شوفي، هو النجاح مو صعب إذا كانت الفكرة جيدة وهدفها إنساني وتتماشى مع الخطط اللي تضعها الدولة، هي كلها استراتيجيات، بما أنك أنت حاطة خطة صحيحة فبإذن الله النجاح يعني والوصول له سهل جدا. الاستمرارية في النجاح هي المثابرة واختيار الشركاء الحقيقيين والمصداقية دائما المصداقية، ولذلك نرى أنه شركات أعمارها بالمئتين سنة والثلاثمائة سنة وقاعدين نشوفها ونتعامل فيها إلى الآن في منتجاتها وكذا. دام أنك أنت تقدمين الخدمة تنظرين فيها من ناحية الإنسانية أولا، وتتماشى مع خطة القادة وأصحاب القرار في الدول اللي أنت فيها، فالاستمرارية في النجاح شبه مضمون أيضا.
والله بإذن الله حتكون البطاقة، طبعا هي المزايا فكرتها هي البطاقة التخفيض الأولى عالميا، تعتبر كإنترناشونال أول بطاقة في العالم هي مزايا. مستقبلها إن شاء الله تعالى حيكون كل سنة عن سنة حيكون في توسع جغرافي حيكون جيد، وكونك أنت قاعد تتوسعين جغرافيا حتخدمين المتعامل مع مزايا واللي مستفيد من خدماتها. صحيح. أكيد عم تحس دولة بنعمة الأمن والأمان اللي عم تقدم الدولة. ذكرت لك أستاذة قبل شوي إنه إحنا حرصنا أن تكون هي الانطلاقة تكون من ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت، هذين الثلاث دول. حقيقة إحنا طبعاً إحنا جزء من تنفيذ فكرة للقادة اللي موجودين اللي يقودون هذا البلد، وكذلك القادة في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واحنا حريصين جدا ان احنا ننفذ جزء من آمالهم وافكارهم وتمنياتهم للمواطنين الموجودين على هذه الاراضي المباركة ان شاء الله. تحب توجه كلمة شكر للقادة والحكام والشيوخ دولة الامارات على عامة الامن والامان؟ والله احنا طبعا ايش ما تكلمنا في 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 الشكر او التقدير القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة نكون مقصرين، لأن هم صراحة أسمى في تفكيرهم ونظرتهم، هم اللي زرعوا فينا البذرة لصناعة مثل هذه الأفكار حقيقة، وإحنا جزء من أفكارهم ونتمنى إحنا نوصل إلى مرتبة شوي أعلى لهم إن شاء الله تعالى. تحب توجه كلمة شكر وتقدير للأشخاص اللي كانوا داعمين لك من بداية مشوارك لحد هاللحظة؟ والله أنا شوفي أنا حقيقة أشكر اللي ساندوني من أصغر موظف عندي في الشركة القابضة إلى المساندين من الإدارة العليا والشركاء النجاح اللي معي، كلهم صراحة كانوا مثابرة وآمنوا بالفكرة وآمنوا أنه فكرة خيرية أكثر مما هي فكرة ربحية. ونشكر لكم برضو أنتم كجهات إعلامية، حقيقة أنتم لكم دور كبير في, في, في خدمتنا في هالموضوع هذا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. أهلا وسهلا. الله يحييك. دكتور يحيى، أخيراً ممكن تخبر السادة المشاهدين وين موقع حضرتكم، كيف يتواصل معكم؟ احنا عندنا مواقعنا في التواصل الاجتماعي في الحملات الدعائيه، في حقيقه جهات خيريه كثير الان بصدد التعاون معنا في عمليه نشر البطاقه بشكل اكبر، مشكورين يعني هم حريصين جدا حقيقه الجمعيات الخيريه في دوله الامارات العربيه المتحده وكذلك في دول الخليج، حريصين جدا لتقديم البطاقه بشكل واضح وجميل انهم وفيه الإفادة للمنتسبين للجمعيات الخيرية وكذلك إلى أصحاب الشركات والمصانع نفسهم. وموقعنا الرئيسي في السوشيال ميديا والدعاية، موقعنا الجغرافي طبعا حنا في كل دولة في الخليج، عندنا هنا في موقعنا في دولة الإمارات في دبي، موقعنا الرئيسي في شارع الطريق المكتوم، وكذلك في الرياض في دولة الكويت وفي البحرين في المنامة، في يعني كل الدول هذه نحرص على مكان استراتيجي جغرافيا على أساس أنه سهل الوصول له من ناحية الأشخاص، وكذلك التواصل عن طريق هاتفيا، عندنا خدمة العملاء مدة 24 ساعة موجودين حريصين على الرد على أي استفسار وأي سؤال يسألونه. دكتور يحيى، شكرا كثير لتواجدك معنا في حلقة اليوم من فريقنا وبرنامجنا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا لكم، واحنا نزيد شكر وشرف تشرفنا فيكم، واهلا وسهلا فيكم في اي وقت. اعزائي المشاهدين، شكرا لتواجدكم معنا في حلقة اليوم مع الدكتور يحيى الشمالي، ان شاء الله نلقاكم بالحلقة القادمة مع قصة نجاح جديدة.
هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر